ايوه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن دياب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهي نهبة يرفع الناس اليه بها ابصارهم حين ينتهيها وهو مؤمن. نعم، من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ أصابع جديدة، لا جديدة ولا قديمة. تفضل يا حبيبي. شو مالك يا جماعة علينا ولا واحد راضي يحضر؟ سعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري، صدوق عالم بالأنساب وغيرها، مات سنة 26 و200. الليث بن سعد بن عبد الرحمن فهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت الإمام المشهور، مات في شعبان سنة 35. عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، مات سنة 44 و100. ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100. أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، ثقة فقيه عابد، مات سنة 94. أبو هريرة سبق. نعم، من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد فيه رواية التابع عن التابع. خلاص، كل ما تشوف الزهري يحكي رواية التابع عن التابع، سهلة هاي صارت. اثنين، نصف الإسناد مصري، هنيئا للمصريين بمثل هذا الإسناد. نصف الإسناد مصري والنصف الثاني مدني، لغاية الآن ولا إسناد أردني أجانا ولا فلسطيني، كله إيش؟ مصري، بصري، كوفي، مدني، مكي. وين كاينين احنا اجدادنا؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.